قرأت حوالي 50 كتاب. عندما بدأت القراءة تقريبا قرأت 75 كتاب في أسبوع. الكتاب قرأت كتب كثيرة حتى مع مجسم على الكتاب الذي قرأناه. إنه أسبوع الكتاب في مدرسة أبو ظبي الدولية، الأسبوع الذي تتكتف فيه جهود المدرسة من أجل تقريب الجيل الجديد أكثر من الكتاب والقراءة. وقد كان للغة العربية نصيب كبير من هذا الأسبوع على يدي كاتبة قصص الأطفال الدكتورة فاطمة المزروعي، والتي خاضت مع نحو 600 طالب تجربة مشتركة حكت فيها بطريقة تفاعلية شيقة عن تجربة القراءة، وحدثتهم عن طفولتها وكيف عثرت على مفتاح العلم في المدرسة وبين الكتب والقصص، وروت قصصا من كتب قدمتها لاحقا للطلاب باسم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. كان هذه الفعاليات مهمة جدا لترسخ عادة القراءة عند الأطفال. هذه الفعاليات طبعا المدرسة هنا مهتمة جدا بالقراءة، فنلاحظ عندهم معارض الكتب مغطية تقريبا في السنة، إضافة إلى تخصيص وقت ربع ساعة يوميا للقراءة غير حصة المكتبة. في هذا الأسبوع الذي خصص للقراءة تشارك الطلاب العمل على إنجاز مشاريع ومجسمات مستوحاة من الكتب التي قرأوها، كما شاركوا في مسابقات مبنية أيضا على هذه القراءات. نحن نحب أن نشجع تلاميذنا على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، ونرى اللغة العربية مهمة كبيرة لأنها التعليم، خاصة ونحن عرب بالدرجة الأولى، ونتمنى من تلاميذنا أن يحبوا هذه اللغة، أن يتعلقوا بها لأنها لغة الأرض، لغة الوطن، لغة الدين، لغة المعتقدات، اللغة التي نحس بها ونشعر بها ونتعامل بها مع بعضنا. نحن لدينا دائما مكتبة مفتوحة لكل التلاميذ، نشجع تلاميذنا على أن يقرأوا باستمرار ونشجعهم أكثر حين ندخل مكتبة القراءة في عالمية التلميذ. وبيوم الختام نقرأ كتاب ومنزين بلوزة عنه، وبعدين نعمل بروجكت، والبروجكت لازم يكون وكما يبدو فإن قانونا جديدا سيصدر قريبا لتعزيز اللغة العربية كما أشارت لنا الدكتورة فاطمة المزروعي. هو من المتوقع إصدار قانون للغة العربية في دولة الإمارات. طبعا لدينا قرار وزاري في سنة 2008 بخصوص اللغة العربية واستخدامها في الوزارات والهيئات الحكومية وفي العمل بشكل في المؤسسات أيضا حتى القطاع الخاص بشكل عام، لكن هناك متوقع صدور قانون قريب إن شاء الله يركز على اللغة العربية. ولازم نكون دائما نقرأ مش بس بأسبوع الكتاب، كل يوم.